حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة كل يوم في حالة نخرج من ده ترجع من الطاقة نخرج من ده ترجع من الطاقة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة كل يوم في حالة إلى متى نصبر على كده حالة إلى متى نصبر على كده حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة وقصتي طالة بكل يوم أخبار قالوا لنا وقالا بكل يوم أخبار قالوا لنا وقالا حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة أحسنت أحسنت يا سعدون أحسنت خذ الله يدي رزقك يا مولاي هيا مولاي إن أعطيتك اثنين روس هل ستزيد لي مصروف؟ لا تكثر به يا سعدون لا تكثر به بعدش تفتضح المهم ها مولاي موضوع عياق المبقبق ونطاح البطاح دعك منه تمام أنا اشتيك توقع ذيب وتفتح عيونك فتح عيوني وأذاني يا مولاي ولكن يا مولاي تصرفوا لنا حق نظارة حتى لا يضعف نظرنا وكما قال الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر صحيح صحيح وأنت يا عياق المقبق ماذا تشتي منا أن نفعل؟ أتريد أن نقول للملك والحكومة لا؟ ألم ترى ياسين عندما قال عيشة جن كيف سحب أبوه والآن خلصوا جلده من فوق عظمه نعم نعم بس إذا جلسنا خايفين لن يتغير من حالنا أي حاجة اسمعوني وأنا في ذا طيب وماذا أريك مننا أن نفعل؟ ولا تعملوا شيء لا تفعلوا أي شيء فقط انضموا إلى معارضة عياق عياق المبقبق وخلوا البقبقة علي نحن معك نحن معك نحن معك هلموا أيها القوم هلموا
هلموا أيها القوم، وكما قال الشاعر: قلبي منك خلاص قنع شبع، زاد افتكت يا حبيبي. يا حبيبي جوعتني بهذلتني، من قسوتك قد شيبين شعر سنيني. سنيني فماذا رأيكم أيها الشعب؟ هل سنظل ساكتين على فساد الحكومة؟ لا 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 لا, لا, لا. وانت يا نطاح البطاح، انت وعياق المقبق، ما معكم شهدر الله؟ تعالوا اجيئوا، تعالوا هلموا، وبالاخير تدلونا من نظل الهدر اللي يلهب البطون. عليك في الهم والغم الذين عايشوا. صحيح. صحيح. طيب انتم تشوفوا انه نحن نجلس ساكتين على ظلم الملك حكومته؟ وما عليك مننا ان نفعل؟ لا شيء، انضموا انضموا الى معارضة نطاح البطاح، خلوا البطح والنطح علي. نحن معك نحن معك نحن معك أهلا بالوزراء، أهلا بكم. أهلا بكم. الملك استدعاكم، أظنه يريد أن يسأل عن أحوال الشعب. أريدكم أن تبلطوا له البحر، وأن تعيشوا الملك ببحر من حلبة، وتمدحوا له الشعب. أريدكم أن تقولوا أن الشعب عايش في عش العصافير. علم. فهمتم؟ احنا علم ذلك. هيا 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 تعال. أتوا بناء على طلب. فقام الملك مستغربا ونزل من عرشه ينظر إلى وجوه الوزراء باستغراب وقال: هات يا أبي هات، نحن هذم هم وزراء الدولة حقنا الأولين. نعم يا مولاي، والله بتغير واحد منهم. بابا بابا بابا، ومسرع قد انتفخوا كده، وكل واحد مخرج لي كرشو مترين للشارع مسرع. والله يا مولاي ما هي سمنة، إنه انتفاخات وشباك من الهم الذي على رؤوسهم. تقول يا أخي؟ والله يا مولاي بالله، أقسم بالله. مولاي الملك نبهان المفدى، ناصح القرية يريد مقابلتك. جني للغذا من الصبح، هذا مقدم. ما لك منه ناصح القرية؟ هذا ما منه إلا الشكا والبكاء والتعدى. خلاص خلاص، خلوا ينتظر هناك لما أكمل الاجتماع. يلا مبروك مولاي. خلونا ينتظر هناك لما أكمل الاجتماع مع حق الوزراء واحد واحد. وزراري وزراري. قلة أدب. سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم يا احبابي. الحمد لله على سلامتك. بس قولي يا ولد استخرج جلدك. ابعد يدك يا مرزوق، جلدي مسلوخ. سلخوا جلدي بس ودقوا عظامي دقة. امرهم لله امرهم لله. كل هذا لانك نفهت على قلبك وقلت عيش الدين
لا 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 هذا امر ما حصلش ما وعش. بعدين تخافوا سعد الحربي ليش؟ اين انت يا سعد الحربي؟ انا لا اخافه. تعال خذني واخلص سجلتي. اسكت يا سعدون، لا يسمعك سعيد الحربي. الا يكفي ما قرا باخونا ياسين؟ سعدون يا اخي، هيا انا ما اقول الا الله يسلخ جلدك يا سعيد الحربي، كما يسلخ الجزار جلد الغنمي. آمين. والآن هيا أستأذنكم أذهب كي أرتاح. هيا هيا. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. والله إنه لقهر مباطل. أتعلمون؟ لو أعرف من يكون سعيد الحربي فقط. أتعرفون ماذا سأفعلوا به؟ مش بتعرف. كيف شعملوا؟ شبدوا الحاجة عزموه على إيش؟ قيل عثر وعمل له دبابيس بس. وخليه كل يتلهبب من داخل، يتلهبب 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 بعد يقول بردوني بردوني. وأنا أرجع أسلخ له قدام الخارج علشان إيش يبرد. وعد الله برد وأنا أرجع أزيد أعمل له بس خارج. خلوا الوحيد بالعالم اللي يموت ويتلهبب. ورجع يموت. يستاهل يستاهل. والله. كمان الموضوع هذا بيني وبينكم ما يخرجش الخبر تمام مايوب، خاصة أنت حبيبي أنا بتغلبك وبتهدير كمان أنت. يا ياسر عاد يسلخ جلدي يسلخ، عن شو منو عيسلخ جلد الثاني من هذين ومن هذين. حاضر، حياك الله لبيت الخويل. عظيم 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 يا وزير الجيوش، وماذا بعد؟ وكما قلت لك يا مولاي أننا نمتلك جيش وسلاح نستطيع نغزو به العالم. هات يا بيهات هات يا بيهات بالله علي. والله خلي موضوع الجيش هذا سر بيننا احنا وانت، نغزو العالم تمام عشان ما حد يسمع يرجعوا يمروا عنه علينا. على طول يا سيدي. وزير الصحة، ما أخبار الصحة؟ من أحلى ما يكون يا مولاي. كيف؟ المستشفيات موجودة والمراكز الصحية موجودة والعلاجات متوفرة مجاناً؟ بل في الصيدليات التجارية يا مولاي. عظيم عظيم عظيم. هل هناك أمراض خطيرة أو مستعصية؟ نعم، ولكن ليست بكثيرة يا مولاي. الحمد لله. مثل ماذا؟ قليل من حمى الظنك وقليل من الكوليرا وقليل من الهارسية والحصبة والشلل والسرطانات، ليست بكثير يا مولاي. هل هي أمراض تميت؟ أكيد يا مولاي. تألم الملك لهذا الوضع وحزن حزنا شديدا وقال: يا رحمة يا رحمة على هذا الشعب، أليس لديهم ملك؟ ها؟ أقصد وهل تكافحونه؟ من تقصد يا مولاي، الشعب أم المرض؟ المرض. أكيد أكيد يا مولاي أكيد. الحمد لله، عظيم عظيم. إذن أيها الوزير. نعم يا مولاي. ارجع ذكرنا نصرف أكفان مجانية للمرضى الذين يموتون في المستشفيات، ونوسع لهم المقبرة، واعتبروها هبة من الدولة، عند الله ما يضيع. حفظ الله الملك، 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 حفظ الله الملك. هذا الأكل حق الدقي؟ ما هو ذا؟ غدا بوحدة تدل زوجي غدا عتر بس عادوا كان ناقصت قرطسة حسن. والله أنا علي العفاء وعليك القرطسة، وماذا تريد أن أغديك؟ كبش مندي ولا لحم مضبي؟ صدق هنجمة هنجمة، والغدا دبا. يا ريت دبا، طلع الغدا عتر. أقل شيش تعملي عتر محشي. شنحشيك قريب إن شاء الله. والله وافتتح نفسك يا ياسر، لحم مضبين ومندين ومشوين، حياك الله. والله
والله لا خليهم يذبوا لحمك وعظامك والله. لا إذن ناجي على وزير المواء والكهرباء. وزير الماء والكهرباء، صبحك الله بالخير يا مولاي. صبحك الله بالأنوار. قل يا وزير المواء والكهرباء، ما هو الجديد لديك؟ في نعمة يا مولاي، ما زلنا نعتمد على الشمس وأشعتها في النهار، أما الليل ما نحجبش عنهم إشعة القمر عشان يستمتعوا بأجواء رومانسية. الله عليك يا ابن الذين. طيب جميل جميل، وما أخبر الماء؟ نحن في مشكلة يا مولاي بالنسبة للماء، لأن الآبار قد جفت ولا باقي معانا قطرة، منتظرين نزول المطر. الصدق صدق، منتظرين المطر ينزل بس. وجر الأوقات، لماذا لم تصلوا صلاة الاستسقاء حتى تنزل الأمطار؟ لقد صلينا يا مولاي، ولكن دون جدوى لم تنزل الأمطار. لماذا؟ إنها المعاصي يا مولاي. أتقصد معاصينا؟ أستغفر الله، بل أقصد معاصي الشعب يا مولاي. اللهم اهد شعبي ورده إلى صوابه. آمين. اللهم اهد شعبي ورده إلى صوابه. آمين. حفظ الله الملك، 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 حفظ الله الملك. أهلا بك يا ياسر. يما يا خلاص، أما زلت تريد المطبي أم المشوي؟ بس حاجة بس المطبي أم المشوي؟ عذر عذر المطبي عذر عذر عادك تتخور تتخور تتخور. خف يا خاين خف. سمع الملك كلام ناصح القرية وغضب مرة وقال للوزير: هل صحيح ما يقوله ناصح القرية يا وزير؟ أنه يوجد في شعبي فقير وجائع وشباب صائع ضائع صائع؟ كذب لقف اللي قال لك يا مولاي، وهذه إحصائية عندي تثبت عكس ذلك. أنت متأكد؟ نعم. إذا كم نسبة الفقر؟ نسبة الفقر يا مولاي 95%. وكم نسبة المرض؟ 99%. وكم نسبة المرض؟ 80%. وكم نسبة الخوف؟ 90%. وكم نسبة البقاعة؟ نسبة البقاعة 89%. وكم نسبة البطالة؟ 99% و9 من 10 يا مولاي. الحمد لله، إذا نحن أحسن من غيرنا يا ناصح القرية. من هم غيرنا أيها الملك؟ أفريقيا مثلا، يقول لك عايشين جلد وعظم، وإحنا الحمد لله عظم وجلد. ولكن أيها الملك، ولكن يا ناصح القرية، سوف أرسل لكم منظمة تسجل الفقراء والمساكين إن وجدوا، وخليهم يهتموا بك. يا ظهري ظهرا، ماذا بك يا ياسر؟ ولا شيء، دلع. أقول لك لقد جلدوني جلدا، جلدوني جلدا حتى انتفخت معدتي. أنا أتمنى من الله بس تغلطي على الملك وسعيد الحربي يسمعك وطعمي جلدة، بس جلدة واحدة من اللي طعمته هنا يا ظهري. طيب ماذا أعمل لك؟ هل أغلي لك مع العتر؟ مع العتر؟ أيوه أيوه، يغلوه يغلو عشان أرجع أطرحك داخلهم. الله أكبر عليك، أنت وما العتر هما سبب بنا وضرب بنا، ولا ما العتر ولا عذر. روحي روحي روحي، ادي لقي العسل. عسل؟ من أين العسل؟ ألا تعلم أن الجنود أخذوا كل عسل القرية إلى قصر الملك؟ والله ما داري، أنا مخبقي العسل فوق القاعدة هنا مرقد معلق له تحت رأسي. روح ادو بعلبة صغيرة مخبي له تحت القاعدة. هيا والله لا راح أكلوني. عن 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 يا سر زقوه، عندك مخبي عسل يا ابن الذين؟ تغذي نفسك ها؟ شكله رزقك حلا، وافتح تحت لك طاقة القدر.
تعذبني يا بوي، تهيجني يا بوي، أنا لازلت بتألم. أنا عثر بس بس حولت بس. اذهب اذهب. امي يا حبيبي خورنا قليل العسل وسعيد الحر بيسمعنا. خل سنرى ان كان هذا العسل اصلي ام تقليد. لا والله هو كان قليل العسل للشباب والانتباهات. خذ اللهم انا ما خذ اضرب بالمكان الثاني مش وقت الضربه الاولى. ليش هو ابرة؟ خذ 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 يا خاين. تعالك يا امي كمان. خذ خذ. يا الله يا الله اسقينا من عندك يا الله، فقد جفت الأرض ونشفت الآبار، اسقنا يا الله. أينك يا درويش؟ لقد أتيت. ساعة وأنت تفتح السقيا للأرض؟ لقد قطعوا الماء على المزارع كلها في القرية. ومن الذي قطعها؟ يقول أن الوزير قطع الماء على المزارع وفتح الآبار لكي يمتلئ مسبح الملك. ألا قبح الله الوزير ومسبح الملك؟ يا ياسين، أما زلت تسب الحكومة يا ياسين؟ أما زال جلدك يحقك؟ كلمه يا عم سعدون، ما يفهمش المضربة مضربة. يا سعدون يا أخي إنه من باطل. يا ياسين اسكت، لا يسمعك سعيد الحربي فيبطل لك يدا ورجل، تقرص العافية إلا. حالتي حالة وقصتي طالة بكل